لا يا حبيبتي، أنا مش رانيا، أنا غادة. بس غصب عني اثباتي عشان أعرف أقولك اللي أنا عايزة أقوله. أنا كدبت عشان الإعداد يرضى يخليني أعمل مداخلة. فين حرية الرأي؟ أوعي تقفلي الخط، أوعي. شكلك هيبقى وحش قوي قدام الناس. هو سؤال واحد. اتفضلي اسألي. أنت إزاي بتتكلمي على التوفيرة؟ أه؟ وأنت يا هانم لسه مشترية فستان ب15,000 جنيه. مين قالك؟ ما حصلش. أنا؟ أبداً. منين؟ أمال مين اللي اتخانقت مع كاميليا عشان أخرتها على المحل الوحيد اللي بتشتري منه الفساتين؟ علامة استفهام ونقطة. ها؟ واضح إن الاتصال اتقطع مع الأستاذة غادة. متشكرة جداً يا أستاذة غادة. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود. طبعاً اسمي كاميليا. استني عندك! اقعدي! بعتيني بكاميليا كاميليا، ها؟ انتي! والله والله العظيم ما بعتك بحاجة. أنا أقدر أبيعك برضو يا إنجي. يا شيخة، ده أنا عرضوا عليا أبيع حسين جوزي ب200 جنيه وسندوتش شاورما، ما رضيتش. أبيعك أنتي يا صاحبتي. يعني إزاي بقى الست عرفت إن أنا وأنتي اتخانقنا عشان أنتي اتأخرتي عليا وإحنا رايحين نشتري الفستان ب15,000 جنيه؟ ده كان ناقص تقول لي مقاس الفستان ولونه يا كاميليا. إيه؟ بتضرب الوضع؟ برافو عليكي يا إنجي، أكيد بتضرب الوضع يا مامي. وممكن تكون بتعمل أعمال سفلية؟ يا خرابي، ده خطر عليك قوي يا إنجي. خطر عليا ولا على الفستان؟ تجننين يا كاميليا. أنا شعرفني بقى، مش يمكن تكون شافتنا وإحنا نتخانق؟ يا سلام. طب عرفت اسمك منين؟ وإنتي إزاي تدخليها عليا على الهوا؟ أنا ما أعرفش، هي كانت مغيرة صوتها و... غيرة صوتها؟ تبقى مخوية يا إنجي. يا مامي، يبقى اللي كلمني في التليفون ده يبقى جني. يا مامي يا مامي، وانا من ساعة ما كلمني وانا اقول انا مش على بعض ليه؟ انجي، انا حاسه في حاجه غريبه. انا مش على بعض. الله اكبر. بس امشي. وبتضايقوا يا انجي. اشتاتر. طب ايه رايك بقى، انا هخليهم يعملوا لك زار ويدوكي بالابائيب لحد ما يطلعوا العفريت من صباع رجلك الصغير. يا مامي. اكيد في حد ورا الموضوع ده، فيها واحد خاين وانا هعرف هو مين. بعيد. في ايه؟ في ايه انجي؟ مش عارفه. اشتوت يا مامي. اشتاتن. ايه الحق يا معلم، ده في هاشتاج باسمك معدي النص مليون، اسمه خليك مع غاده تعرف الافاده. ده مش عشاني انا. لا يعني ايه؟ ده عشان غاده. طب ما انا وانت يا معلم عارفين مين هي غاده. ايوه انا وانت بس، انما انا عايز مصر كلها تعرف ان انا غاده. نهار اسود، انت هتوديني في داهيه كده ازاي؟ انا هطلع في التلفزيون واكشف كذب المذيعه انجي قدام العالم كله، ساعتها هشتهر. وانت عارف اي واحد بيشتهر تلاقي كل الاعلام هجوم عليا، والبرامج الاعلاميه هطلع مع عمرو اديب مره، مع اسعاد يونس مره، مع منى ابو هاب مره. قصدك منى الشاذ دي؟ اللي فاضيه فيهم. طب ولا منى عراقي؟ اي منى فيهم ما يهمنيش. وايه وطارق بتاع الكشري هم اللي شغالين دلوقتي. ومحمد احمد بتاع الفول. مين؟ محمد احمد بتاع الفول. اوكي. ومش عارف مين، في حد بتاع الكوارع كده. بحة بتاع الكوارع. بحة اي حاجه. لا تتنحى. مش مهم، مش مشكلتي. المهم كل العالم ده يعرف بقى واشتهر انا وابقى نجم النجوم. طب وانا؟ انت اعتقد بقى احسن لك تقدم على طلب هجره
برا. لا كده هبقى انا رحت في داهيه، كده مش هينفع اقدم على طلب هجره، كده هقدم على شهاده وفاتي. وماله يا اخي، كده تبقى شهيد حريه الراي. لا لا، انا كده هقول على كل حاجه، وهقول ان انت ورا موضوع غاده ده. خص عليك، عايز تضيع مستقبلي؟ ما هو انت كمان عاوز تضيع حياتي. مين هياكل الكشري والفول بتاع مين؟ وبحة. الفول بتاع مين؟ بحة.